الحمد لله، الحمد لله حمد الذاكرين الشاكرين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن من اتقى الله وقاه، ومن توكل عليه كفاه. أيها الأحباب الكرام، هو شهر رمضان المبارك يقبل علينا بخيراته وبركاته ونفحاته. كتب الله علينا صيامه، وسن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قيامه، وهو في إقباله المبارك يحمل لنا رسائل مفيدة. أذكر منها اليوم ثلاث رسائل. الأولى، الحث على صيامه على الوجه الذي يرضي الله ورسوله، حتى يتمكن المؤمن من تحصيل التقوى التي هي سراج القلب وسلاح المسلم وعز المؤمن وكنز الفقراء وسفينة النجاة والسبب في قبول الأعمال ومغفرة الذنوب ونيل الأجر العظيم ودخول الجنان والعتق من النيران. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر، فلما رقى الدرجة الأولى قال: آمين. ثم رقى الثانية فقال: آمين. ثم رقى الثالثة فقال: آمين. فقالوا: يا رسول الله، سمعناك تقول آمين ثلاث مرات. قال: لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال: شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة. فقلت: آمين. ثم قال: شقي عبد ذكرت عنده ولم يصلي عليك. فقلت: آمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والرسالة الثانية أيها الأحبة، هي الحث على قراءة وترتيل القرآن الكريم، ففيه الهدى والنور وشرح الصدور والحفظ من الشرور والطمأنينة والسكينة وسعادة الدارين، وهو مع شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصيام شفيع للمؤمنين يوم القيامة. فاجعلوه نصب أعينكم في رمضان وغير رمضان، فهو مع السنة المطهرة ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم ورثه المسلمون من بعده. قال جل وعلا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، إني منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. وقال الإمام الشاطبي: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنم متهللا. إلى أن قال: فيا أيها القاري به متمسكا
مجلا له في كل حال مبجلا هنيئا مريئا والدات عليهما ملابس أنوار من التاج والحلى فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله والصفوة المنى أولو البر والإحسان والصبر والتقى أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا. والرسالة الثانية أحبتي في الله هي نفع الناس، فخير الناس أنفعهم للناس. فالإحساس بالجوع والعطش في أوقات نهار رمضان رسالة إليك أيها المسلم الكريم لتنتبه لحال من لا يملك طعاما ليأكله ولا شرابا ليشربه حتى تراعيه وتشعر بشدته فتطعمه وتسقيه وتواسيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه الذي كانت تمر به الأيام الطوال حتى يغشى عليه من شدة الجوع قال: كان أهل الصفة أضياف أهل الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال، والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون فيه فمر أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله ما أسأله إلا ليستتبعني، فمر ولم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وقال: أبا هريرة، قلت: لبيك يا رسول الله. قال الحق أي تعال. ومضى فاتبعته ودخل منزله فاستأذنت فأذن لي فوجد قدحا من لبن فقال: من أين هذا اللبن لكم؟ قيل: أهداه لنا فلان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبا هريرة، قلت: لبيك. فقال: الحق إلى أهل الصفة فادعهم وهم أضياف أهل الإسلام لا يأوون على أهل ولا مال، إذا أتت صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا، وإذا أتته هدية أرسل إليهم فأصاب منها وأشركهم فيها. فساءني ذلك وقلت: ما هذا القدح بين أهل الصفة وأنا رسوله إليهم؟ فسيأمرني أن أديره عليهم، فما عسى أن يصيبني منه؟ وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني، ولم يكن بد من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأتيتهم فدعوتهم، فلما دخلوا عليه فأخذوا مجالسهم، فقال: أبا هريرة، خذ القدح فأعطهم. فأخذت القدح فجعلت أناوله الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرده، فأناوله الآخر حتى انتهيت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم القدح فوضعه على يديه ثم رفع رأسه فتبسم فقال: أبا هريرة، اشرب. فشربت، ثم قال: اشرب. فلم أزل أشرب ويقول اشرب حتى قلت: والذي بعث بالحق، والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسلكا. فأخذ القدح فحمد الله وسمى ثم شرب. فهذه الرسالة أخي المسلم، أختي المسلمة، أن تشعر بأحوال الناس وآلامهم ومعاناتهم كحال أهل غزة اليوم، وتأملوا دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من أعظم وأجمع أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. فطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهبه حب المساكين ليشعر بحالهم ومعاناتهم. هذا الحب والشعور والإحساس بحال الغير هو الذي أدخل امرأة بغيا الجنة، لأنها سقت كلبا، وهو ذاته الشعور والحب الذي دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتضن الجذع الذي حن إليه، وهو ذاته الحب والشعور الذي دفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يحث المسلمين على
أن يتصدقوا على قوم مضر الفقراء الذين جاءوه عراة مجتابي النمار. اللهم بلغنا رمضان ووفقنا لصيامه وقيامه وأعتقنا فيه ووالدينا من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويدافع نقمه، والصلاة والسلام على الصادق الأمين رسول رب العالمين الرحمة المهداة سيدي رسول الله. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. فيا أيها المؤمنون، إن شهر رمضان شهر للجد والعمل والبر والإحسان، وهو شهر الانتصارات، ففيه انتصر المسلمون في غزوة بدر وفي القادسية وعين جالوت، وفتحوا فيه الأندلس لتنطلق منها أعظم حضارة في التاريخ، ودخلوا فيه مكة المكرمة فاتحين ظافرين منتصرين، وقد قرن فيه الانتصار على الأعداء بالانتصار على الشهوات والضلالات والأهواء. فنسأل الله تبارك وتعالى بعد حمده والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين أن يمن فيه على المجاهدين وأهلنا في فلسطين بالثبات والتمكين والنصر المبين والغلبة على الصهاينة المجرمين أعداء الدين. اللهم سدد رمي المجاهدين، وأفرغ عليهم صبرا وثبت أقدامهم، واشف صدور قوم المؤمنين، وأذهب بيض قلوبهم. اللهم تقبل أمواتهم شهداء، واشف جرحاهم ومرضاهم ومرضى المسلمين، واجزهم عن أمتهم خير الجزاء. اللهم ارفع درجاتهم في غليين، اللهم أجرهم في مصيبتهم واخلفهم خيرا منها. اللهم أيقظ أمة نبيك من غفلتها ورطدتها وحيرتها. اللهم وحد كلمتها واجمع شملها وردها إلى دينك ردا جميلا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم اجعلنا ووالدينا من عتقاء شهر رمضان، واغفر لنا فيه يا أكرم الأكرمين يا خير الغافرين. صل اللهم على إمام المرسلين والمجاهدين الصادق الأمين قائد الغر المحجلين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأصحابه ومن اهتدى بهديه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.